عمو الله يرضى عليك، بكره خليك حوالين خالك. مشان كتب الكتاب ما هيك يا عمو؟ ايه يا عمو. ان شاء الله الف مبروك. شو غيران منه؟ وليش لحتى غار منه؟ شايفه مو عاجبك. وهو التاني ما بيقدر يأجل كتب كتابه لبعد ما تخلص ثانوية أبي يا مو؟ وانت ما بتتلحلح لك شوي وبتخليني اخطب لك خيرية يا مو؟ كرمال الله لبقى تجيبي لي هاي السيرة، لبقى تجيبي لي اياها، بزعل منك يا مو، اقسم بالله العظيم بزعل منك. انا ما راح اتجوز الا لحتى تخلص ثانوية أبي. اوه شريفة ديري بالي، اوه ومن اليوم ما بقيتي لحالي، اوه والليلة عرسك على ابو شهاب، زكارة بكل عزالك. أوه حصنتك بياسين، أوه ويا زهر البساتين، أوه يا مصحف صغير، أوه وعلى رؤوس السلاطين. أوه شريفة اليوم زفوها، أوه ولأحلى شب عطوها، لبسوها، أوها وما أبو شهاب عيشوها. ليش؟ أوها يا بنتي ديري بالك، أوها هدول أهلك وناسك، أوها يا بنتي ما في بجمالك، أوها مع أهل النسب والتشريف. ليش؟ الله يزيد عزك يا عم حازم ويعلي جاهك أكثر وأكثر. الله يسلمك ويخليك يا ست سعاد. يا بشو منكم ما في شيء من قيمتكم، تفضلوا تفضلوا يا ميت اهلين وسهلين. ان شاء الله ربي يفرحنا بكل الصبايا يا رب. امين يا رب العالمين. يلا تفضلوا تفضلوا. الله يبارك فيك يا ست. يلا يلا تفضلوا تفضلوا. الله يبارك فيك. يلا يلا التوفيق، خلصيني يوم شو لكم بارد. تعوا يلا. ليش قلبي خلقتي هيك يا امو؟ افردي وشك قدام المعازيم. خايفه يا امو. لا تخافي يا مو، تقبريني خلاص صار جوزي. بس ما يضربني يا مو. لا حول ولا قوة إلا بالله على هالقصة اللي ماسكتي إياها بلسانك. والله ما بعرف ليش خايفة مني. طيب ليش لا يضربك؟ تقبريني ليش؟ ما تجي محاضر لهون. جاية أم زكي، جاية تقبريني. خايفة؟ لا ابن عمي. شريفة، تعرفي انه اسمك احلى اسم سمعته بعمري كله. الله يحلي ايامك ابن عمي. سبحان الذي صورك، والله ظلموك اللي قالوا انك مثل القمر. علي ما علي انك احلى من 60 قمر. ارفعي وشك لشوفه. والله شرفتي بيتك يا شريفة، يا بنت الأوادم والأصول. ليش حاسك خايفة مني؟ عديد أبو شهاب. أنا جوزك ونادي لي هشام. هشام؟ إيه هشام. ابن عمي هشام. شو شريفة؟ احكي احكي شو ما بدك احكي. انا خدامتك. لا انت مرتي وتاج راسي وست بيتي وست الحارة كلياتها.
لله على فضل الله. الله فضل علينا. الله يآتيهم الحظ بجاه سيدي محمد. يبعثهم الرجال اللي بيستاهلون يا رب. اتقطع عليها يا ابن عمي. راحت لعنده وخايفة منه. هيك كل النسوان اللي تعرسون بخافوا. نسيتي شلون اجيتيني ورجليك عم يقصوا قصف؟ وليش ما خاف من سيدي وتاج راسي؟ هي هيك النسوان بالاول بتخاف بعدين بتصير بتخوف. انا هيك يا ابو حاتم؟ عم بمزح معك. ادوق دوق هالمحلاية طالعة بتطير العقل. بسم الله. ان شاء الله عبال محلاية حاتم يا رب. ان شاء الله مبارك ما عملته يا ام حاتم. الهي الله يبارك فيك يا ام زكي ويخليك. وانتي عروستنا صباحيا مباركة يا حبيبة قلبي. شو حلوة ما شاء الله. تعي عادي جنبي ام زكي تعي. يلا. ليش تأخرتي؟ والله يا ستي كان عندي ولادة برات الحارة وهلأ خلصت. ام حاتم الهي قيمك بالسلامة وتجيبي له صبي بجاه محمد النبي. امين من تمك لباب السماء يا رب. ويخلينا اياكي يا خالي. الله يحفظك الهي. مالك جوعانة ام زكي؟ لا تقبريني مالي جوعانة. هلا اللي كنت عندهم طعموني من صفرة الخلاص. اي والله مالي قدرانة اتنفس من كتر الاكل. بس تقبريني بشرب فنجان قهوة من ايد عروستنا الحلوة. اي مو على عيني وراسي خالي ام زكي. ان شاء الله بتسلم هالعين يا حق. وينك سبحان؟ عين الله عليها باين عليها مبسوطة كتير مع اخوك ابو شقاق. تنبسط. ليش حتى ما تنبسط؟ اخي بينحب كتير. اي أيوة والله. ليش الواحد يحكي الدغري يعني؟ ايه يا ماما شلون شفتي بجوزي؟ ريته يقبر قلبي يكفني على هيك رجولية. شفتي اختي هي ما ضربك. شو يضربني؟ كل قاسي على هيك معاملة. اما شو كنت خايفة منه يا مو؟ بس لما حكى معي حسيت حالي مع احسن رجال بالدنيا. يو الحمد لله الحمد لله اللي الله وفقك وجبر خاطري. شو كلامه حلو وشو ايده حنونة. الله يجعل يومي قبل يومه يا حق. تقبري قلبي بعيد الشر عنك وعنه. شو هالحكي هذا؟ الله يسعدك ويهنيكي. امين يا رب العالمين. صايم يا فاز؟ امك شو طابخه اليوم؟ ما انا طابخه شيء يا اخي. وليش ما انا طابخه شيء؟ اليوم امك ما لها فاضيه. وليش ما لها فاضيه؟ راح تبارك لخالك بعرسه. ايوه مشكلة. وين المشكلة؟ المشكلة أنا كمان بعت نسواني التنتين لعند أمهم اليوم الصبح. ضني إيه لا تاكل هم أخي. هلأ بروح وقطع لك من عند اللحام ربع رط اللحمة وبساوي لك ياهن على ترخفة بالفرن. منيح منيح. لك أنا أقوم أوام لأني رح موت من الجوع. يلا. إيه بس تاني مرة لا تبعت نسوانك التنتين أخي لعند أهاليهم. إيه لك أنا شو ساوي؟ بعت وحدة وخلي التاني عندك بالبيت بتطبخ لك وبتنفخ لك وبتساوي لك اللي بدك يا. تفضل ابن عمي. الله يزيد فضلك يا مزوقة. ابن عمي انت ليش ما تجوزت طول هالمدة؟ كنت عم استناكي لتكبري. حاج بقى ابن عمي. ايه انا من زمان خرج جواز وعم بستناك. عم تستنيني؟ ايه مبلا. مو انت نصيبي ابن عمي؟ بلا أنا نصيبي ونقيتك من بين كل بنات الحارة. لكن ليش مو من زمان جوزتني ابن عمي؟ راحي؟ الحمد لله يسلموا يا تاج راسي. إن شاء الله هنا. على قلبك ابن عمي. Fouillez partout, dans toutes les chambres, dans les coins, partout, allez, vite! Perquisition. Jah! Jah, fi harim! Ah, ma part. Allez, Fatchou. Entrez.
بيان كابيتان. سويي موا. برحمة الله وبركاته. خليه معك، بتعرفي توصي فيه؟ ايه بعرف، مو من هون؟ بس حطي اصبعتك هي هون ورجع الديك هاد لورا، هيك صار بيقويس. ناوليني الميتان اقوام على السريع. امرك ابن عمي. لا بقى تساليني شو بدك تعملي وما تعملي بهالبيت. هذا البيت بيتك شريف، انت بتعملي اللي بدك اياه. يعني موافق وما رح تزعل اذا نقلت غرفة القعدة بدل غرفة الضيوف؟ لا الا غرفة الضيوف، هي لا تقربي عليها. ليش تقبرني؟ لانه انا ضيوفي كتار. وغرفة الضيوف عنا قريبة على الباب، هي برضاي عليكي اتركيها. ايه مثل ما بدك تقبرني، يلي بتأمره. غيره. لازمني شوية طناجر جديدة. ليش ما عندك؟ عندي ابن عمي، بس ما بدي اياهم. ليش ما بدك اياهم؟ ما حبيته. بعدين انا وياك لساتنا عرسان جداد، طناجرك كتير كبار ابن عمي. ايه خليهم. بكره بيلزم. بس لسه مطولين لحتى يجينا اولاده ويكبروا. خليهم للعزايم. معلش تقبرني، بدي طنجره صغيره. ايه مو تكرم عيوني. ايه بكره حجيب لك طناجر كبيره وصغيره واللي بدك اياه. غيره. بدي سلامتك يا تاج راسي. رح اقوم سوي لك كاسه شاي. لا تنام. وين كنتي انت من زمان يا شريفة؟ وين يقبرني اللي خلقك؟